السلام عليكم. تنصح واحد يشتري لاند الجديد؟ ما علينا من الكلام اللي بنسمعه في السوق، اللاند كروزر سيارة فخمة يا جماعة، وأدائها أكثر من رائع، إن كان من ناحية المواصفات اللي موجودة في السيارة أو من ناحية الراحة اللي موجودة فيها، المقصورة، الهدوء اللي فيها، العزل اللي فيها أكثر من رائع. ومن ناحية الاعتمادية التويوتا لاند كروزر معروف، خصوصة الأيام هاي إذا تطلع لك فئة الفي إكس آر يمكن تسوقها سنة كاملة وتبيعها بنفس السعر، لأنه السيارة مقطوعة في الوكالة وعليها طلب وعليها ويتنج ليست طويل. ونصيحتي إلك إذا بدك تأخذ اللاند كروزر حاول تأخذ نسخة الفي إكس آر، بصراحة المواصفات اللي فيها فرق. بعدين في شيء بضلهم ينسوا يحكوه، الستيرينج في الفي إكس آر، أنا سقت التنتين الجي إكس آر والفي إكس آر، الفي إكس آر الستيرينج تبعها روعة، خفيف، فأكيد أنصح.